لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الخوت والخواتات اللي تبعينا القناة. الدرس ديال اليوم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي نديرو فيه كول اوفيسي. درنا الباترون كامل بالخلف والبتي كوطي ديالو الحلق من اللي ما شافش من الاول يبدا من الاول باش يفهم. هذا جباري واحد. دابا كنعاودو غير الاماميات الخلف والخلف والبتي كوطي والكم ما كنعاودوش. درنا هذا ديال دو بوطون ودرنا كروازي ومن بعد درنا كل شاب دابا غادي نديرو كل اوفيسي. سطرنا الجباري ديالنا حيت كل اوفيسي فيه التعديلات على هاد الاول. هذا فيه اولا هنا كنهبطو في هذا كنهبطو سنتيم ونص هنا وكنطراسيو هانيشان حتى لبتي كوطي. فاش كنزيدو هنا سنتيم ونص وكنطراسيوها حتى للخنت ديال لبتي كوطي. ولكن في هذا ما كنزيدوش سنتيم ونص ما كنزيدوهاش، يعني ملي غيكون التعديل في الثوب هنا فهاد الباترون هذا راه غادي نحيدوها، وفهاد البتيكوطي ما غاديش تحيد. ملي تبغي تفصل غادي تحيدها. هادي هذا التعديل الاول، هادي راني محيتها. التعديلات الاخرين هنا كنخليوه نيشان، كنخليوه غادي تضروا ما كتب ما كندوروهاش. الباقي غادي نوريوه دابا. هاد الخطوط هادو هذا معبر د لاكارور، وهادشي هذا راه داز في هاد الدروس الاولى. دابا غادي نخدمو على الكول، نكملو الباترون ديالنا. دائما في الباترون ديالنا كنبداو من هنا، كندخلو هنا خط الصدر كندخلو سنتيم وكنلاقيو هاد النقطة مع هاد النقطة وكنطراسيوها نيشان الفوق. راني طراسيتها بعدا. هنا كندخلو نصف دورة الصدر مقسومة على ستة. في القياس ديال الخمسين عطاتني 8.3 ملم. وغادي نقص سنتيم ندير 7.3 ملم حتى لسبعة. ومن هنا كناخد القياس ديال الكتف. الكتف في الباترون ديالي حتى الخلف حتى هو غادي نعدل فيه وغادي ملي نبغي نقطع في الثوب غادي ندخل هنا سنتيم او ندير سبعة اللي درت هنا غنولي نديرها هنا باش نضيق العنق. وكنعبر الكتف عندي هنا 15 ولات عندي 16.3 ملم. ندير 16.3 ملم ديال لا 5.25 ما طراسيتوش.
هنا كندخل نص سنتيم وكنلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة مع هاد النقطة وكنلاقي هادو هاد الشيء راه داز. هنا غير باش كتدخل هاد السنتيم وما كتخرجش جوج سنتيم، ما كتخرجش جوج سنتيم لان هنا ما كاينش الروفير. فاش كيكون الروفير كنخرج جوج سنتيم، ما كاينش الروفير ما غاديش نخرج جوج سنتيم. كتبقى داكارور هي هاد السنتيم ضروري كندخلوه بالنسبه للرجال نص سنتيم، بالنسبه للنساء ما كندخلوش هاد السنتيم. صافي وكنخدموا على الكول ديالنا. هنا كننزلوا 7 سنتيم، وكندير زاوية قائمة على هاد الخطوط هادو. هنا كنخرج جوج سنتيم ونص، وهنا جوج ونص. كنلاقي هاد الخطوط هادو. كنكمل هاد الخط هذا. هذا هو القياس ديال، هذا هو الباترون ديال كول اوفيسي. هنا غادي نزيد السنتيمات ديال الخياطة. الباترون ديالي هو كمل، قطعه دابا غادي نصاوبو الباترون ديال الكول. كنجيب القياس ديال حرثات العنق ديال الخلف. هي عندي فيها بدون ما كنحسبش قيمه الخياطه، عندي هنا 9. وهنا 11.5. كنعبر هنا 9، كنزيد عليها 11،
ونص. هنا كندير 4 سنتيم، وهنا كندير 4، وهنا كنطلع بـ2 سنتيم، ونعاود نطلع بـ3.5. نلاقي هاد النقط هادو، هادي نلاقيها مسطرة، وهنا مسطرة مائلة. هذا هو كل اوفيسي. ننزل من هذا القنت بواحد 2 سنتيم، ندور هذا الشكل اللي عجبني. هذا راه ما فيهش الخياطة، هذا يعني نطراسيه ونعاد ندير له الخياطة ديالو. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى التشجيعات ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.